بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. معانا النهارده ربعتين خرايط قبرصي، ربعتين خرايط قبرصي بس بطعم القبرصي، يعني تقدر كده تقول بنكهه القبرصي. عكفه ود، الود ولا مرفوعه ولا اي حاجه، الود نازله سليمه هي طول ود، شعره عكفه، يعني ده دول هم قبرصي بس انا اقول لا هم خرايط، يعني برضك الاشاده لله الصراحه مش احسن منك، هم خرايط قبرصي دم عادي. بسم الله ما شاء الله، ربعتين 5 شهور 6 شهور، جاوا ربعية 6 شهور قوايم، ربعية كأنها معزة وفاة، بسم الله ما شاء الله، يعني ربعتين أحلى من بعض، دي أول واحدة، الودان أهي، العكفة، الراس، الديل، يعني هي يعني ما تفرقش على الروس حاجة، بس هي الخليط، بس الخليط عادي، يعني بسم الله ما شاء الله، ربعتين بتاع الروس، دي أول ربعية، والتانية أهي. دي الرقاية التانية معانا اهي. بسم الله ما شاء الله، اللون البيبسي، الودان المفرودة، العكفة، ما تقدرش تفرقوا عن القبرص، يعني هما الرقيتين ما تقدرش تفرقوا عن القبرص، بس هما خرايط دم عالي. بسم الله ما شاء الله، وش، لون، قوايم، دي 5 شهور. حتى قرناها هو باين ان هو 5 شهور. ما بقولكش 5 وهي 10 وهي 7 وهي 8، لا 5 شهور، وده اقل من 5 شهور اهو، وادي اقل من 6 شهور اهو برضه. بقول لك على حاجه بمصداقيه، دي خليط الروسي دم عالي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك في صاحب النصيب. طب.